أحسنت. عمتم مساء أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في منتدانا الثقافي لشهر نيسان، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا. باسمي وباسم المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون نحييكم أجمل تحية ونذكركم بلقائنا الشهري في الأربعاء الأول من كل شهر، إلا في حال الطوارئ أحيانا يتم تعديل الإعلام، فنرجو منكم متابعة صفحة ديربورن بلوغ لأخذ آخر الأخبار والإعلانات لمنتدانا الثقافي. في أمسية اليوم كما شاهدتم البروفة ستكون حافلة بعطر الجنوب، بعطر لبنان، بعطر الموسيقى، بذكريات زكي نصيف والبقاع، ما يزعل أهل مشغرة هلا. الشمس والقمر لا ينفصلان. وصلنا قمر بيضوي على كل لبنان. إن شاء الله. وسوف أيضا نحلق في عالم الشعر مع الداعي ومع الأستاذ شايف الزوقري. تعديل بسيط على الإعلام، سوف نبدأ بأستاذنا كامل بزي، ومثل ما نعرج على الموسيقى. أود التذكير ب الأسماء التي خدمت ولمعت في هذا المنتدى الثقافي، ونحن في نيسان زرع البذرة وأضاء الشمعة الأستاذ أخي وصديقي وسام شرف الدين منذ عامين في ديربورن أوبن مايك في هذا المتحف الجميل، وتطورت من 5 إلى 10 أشخاص إلى آخر أمسية كانت ما شاء الله عامرة أكثر من 100 شخص يحضر في هذا المنتدى. وأصبح الدكتور السفير علي عجمي رئيساً للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، نرسل له أجمل تحية إلى أبيجان، فنفتقده في هذه الأمسية اليوم، فهو ضيف في أبيجان. ومن ثم أستاذي وعزيزي حسن برزي، نائباً الأستاذ حنان شرارة المعروفة في الوسط الثقافي، والأستاذ رفعت المندوي مندوب المتحف العربي الأمريكي، ووسام شرف الدين والداعي، والأستاذ كامل بزي أعضاء في هذا المركز العربي الأمريكي، وأذكر الدكتور هاني بوردي منسق اللجنة الأكاديمية، وأذكر الأستاذ عناش شرارة والأستاذ ناصر حاج في اللجنة الفنية. نحن نحاول كل شهر أن ننوع في الفقرات ونضيف شيئا جديدا، عسى أن يكون لائقا وجميلا ومفيدا لأبناء الجالية العربية. أضف إلى ذلك الفعاليات التي نقيمها إن شاء الله في ديربورن أوبن مايك في اللغة الإنجليزية، سوف تكون أستاذ وسام أظن في بعد أسبوع، سوف يكون أيضا في المكتبة، سوف يكون الديربورن أوبن مايك للغة الإنجليزية April 17 في المكتبة لمتذوقي الأوبن مايك بنكهته الإنجليزية. أيضا هذا برنامجنا الثاني، أضف إلى برنامج المنتدى الثقافي. ثانيا أحب أن أشكر ونكرر دائما نشكر هذا الصرح الثقافي الكبير المتحف العربي الأمريكي، وندعو جميع الحضور ومتعلقيهم وذويهم للاشتراك وشراء العضويات في هذا المتحف، ومن أراد الاستفسار فأخي رفعت المندوي حاضر بعد الأمسية أو في الأيام اللاحقة إن شاء الله، يستطيع الاستفسار عن شراء العضويات التي تصل أحيانا إلى فائدة للحضور ودخول 120 متحف في الولايات المتحدة في العضويات المتقدمة. فبادروا بدعم هذا الصرح الثقافي لتبقى ويبقى الأجيال على صلة بثقافتنا العربية الأصيلة. قبل أن نبدأ برنامجنا، في الفترة الماضية أصيبت الجالية وأصيب العالم كله بأخبار نود أن نذكرها بدقيقة صمت، هي عن أرواح شهداء نيوزيلندا
والأرواح الشباب الذين تقلناهم في الجالية من حادث ومقتل وأمراض، إضافة إلى عميد الجالية الأستاذ محمد طرفة رحمه الله، فلا بأس أن نذكر من نحب ومن زرع في هذه الجالية، ونحن نحصد الآن ثمار تعبهم، فلا بأس بدقيقة صمت إلى أرواحهم الطاهرة. شكرا لكم. أستاذنا رغم المنافي كامل، وبعلمه أدبا أتى يتكامل، حمل الجنوب بقلبه وحروفه، بالحب يكتب شعره ويناضله. الأستاذ كامل بزي مع مقتطفات سريعة يكلمنا ويحدثنا عن الأم في الشعر العربي وفي الأدب العربي، نستقبله بالتصفيق الحار. مشكوراً.